عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ مزيانين؟ كيف بقيتو؟ السلام عليكم الاولاد، كي راكم دايرين؟ مزيانين؟ كيف بقيتو؟ مبروك على شركم، كون مزيانين. نتمنى تكونوا في صحه جيده ان شاء الله. بغيت نجيبكم بواحد الفيديو جديد اليوم ديال التجميل ديال الشعر. اللي مهم تبعوا معايا هذا الفيديو كيفاش غادي ندير له باش ينجح معاكم ويبقى الشعر خاشين. وبزاف البنات كيقولوا لي كتسقط لنا الشعر وخاشين وحرش، وبزاف كيشكاو من هذه المشكله البنات. اليوم بغيت نوريكم كيفاش ديروا لواحد الوصفه كتجي ساهله في الدار وما فيها الصعوبات، وكل شيء الناس تلقى عنده هاد الوصفه في الفلفله موجوده عند الناس كامله في الدار، وما كاين شي حاجه فيها بزاف واعره وكترد الشعر بزاف، واحد اللمعه زوينه وصحيه. واليوم البنات تبعوا معايا كيفاش غادي ديروا. مرحبا اللي دخل القناه ديالي جديد، مرحبا به واهلا وسهلا به، والقديم مرحبا وشكرا لكم بزاف على الابوني ديالكم الجداد والقدام، وشكرا بزاف. ولايك البنات، راكم ما كديروش لايك، ديروا لايك لايك. ودروك البنات غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا باش ديروا هذه الفلفله تنجح معاكم في الدار وديروها للشعر ديالكم، وغادي نطبقها على الشعر انايا ونوريكم كيفاش غادي ديروا. انا عندي هذا الحاره كنطحن فيها كتجيني ساهله، وانتم تقدروا تحكوها في الحكاكه ولا تطحنوها في مونينيكس الفلفله على هذا الشكل هكا. انا نوصيكم البنات ديروا الفلفله حلوه، انا غادي نوريكم راني غاسلاها وهكا، نحيدوا لها هاد الجدر هكا ونديروها البنات نقطعوها، ولكن ديروها بالبذور ديالها بكلشي، حتى البذور راها كتعطي واحد النتيجه زوينه. هكا نطحنوها ونقطعها، وعندنا الزيت، عندنا زيت البنات، زيت بلديه، زيت الزيتون، راه كلشي كيعرف زيت الزيتون اليوم راه موجوده تبارك الله، هذا وقت زيت الزيتون. وعلى فكره البنات من الاحسن اذا كانت عندكم الزيت ما فيهاش الملح، انا راه هادي عندي قديمه غادي نقدر نطيبها شويه باش تحيد منها داك الملح، هادي راه فيها شويه كحوليه نحيدها، ولكن ما عليهاش حيت غير البذور، ولكن الا كانت هكا فيها الكحوليه ولا تقدروا تحيدوها. غادي نديروها هكا البنات كامله الفلفله، نتوما لا ما عندكمش هاد الرحه فاش تطحنوا تقدروا تحكوها في الحكاكه رقيقه ولا تطحنوها في المونينيكس، المهم نتوما اختيار. انا ندير لها بحال هكا، تبعوا معايا كيفاش غادي ندير لها باش تنجح معاكم، وتبعوا معايا الفيديوهات ديالي البنات وديروا لهم لايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وغادي نطبقها على الشعر قبل البنات ما يتغسل، عرفتي كترد الشعر زال، عرفتي كي كتردو ولا وكتطول الشعر وما كيبقاش مهلوك، هذه راه ما فيهاش ديك الكحوليه. الفلفله اليوم راه مع الجو برد هكا، نقربوها هنايا وغادي نطحنوها هكا، نطحنوها البنات مزيان وتبعوا معايا كيفاش غادي ندير لها. هكا عندي هنا ربعه الفلفلات ونص سطرو ديال الزيت، وانتوما الاختيار شحال ما بغيتو البنات ديرو، تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا. هكا نقطعوها مزيان ونطحنها، تبعوا معايا الفيديو تا التالي تفرجوا له باش ينجح معاكم. غادي نبقى نقدم لكم البنات وصفه ديال التجميل في المستوى، ونوريكم ان شاء الله كيفاش ديروا تخدموا حتى بروشين للشعر وباط الشعر. المهم كاين حوايج زوينين البنات في المستوى، تبعوني ان شاء الله وغادي يعجبكم الحال، وشكرا لكم بزاف 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 راكم متبعيني وزيدوا تبعوني، واللي ما دخلش القناه ديالي زيد يدخل يتفرج ومرحبا بكم. نحيدو هادو هكا، غادي نطحنو هكا البنات، غادي نغلفها ونطحنوها هكا هكا مزيان بهاد الشكل. رجعت البنات هي تليلات هكا كامله، حتى داك البذور راه تليلو معاها، غادي نزيد نطحنها مزيان. غادي نخليو هادي على جنب البنات، والقرعي دائما البنات اللي كتصحتو فيهم في هاد الحوايج هكا ديال التجميل ولا ديال المهم ديال التصدير ولا المهم، دائما البنات يتعقمو من قبل. انا هذه راني معقمها وراني كنت سبقت معكم واحد الفيديوهات كنت عقمت فيهم القراعي كيفاش كيتعقموا، وهاد القرعه البنات انا غادي نغلفها بواحد الثوب. دائما هاد الحوايج ديال التجميل البنات نصحكم
حاولوا تغلفوهم ما يخليهمش يشوفوا الضوء باش نجح معاكم الوصفات ديال التجميل ديالكم. وهاد السيسه البنات غادي نديرها فهاد الكاسرونه بحال هكا، غادي نديرها البنات فوق النار تغلي. تبعوا معايا كيفاش غادي نديرها باش تجي معاكم هاد الوصفات نجح معاكم وتجيكم الشعر زوينه. وبزاف البنات اللي كيتشكاو من الشعر عندهم خاشين، دروك البنات بغيت نوريكم هاد الوصفه وان شاء الله وصلوني الألف ابوني وزيدوا وصلوني وعاونوني. غادي نوريكم كل ما عندي ان شاء الله، غادي نبقى نبارطاجي معكم الحوايج اللي كنديرهم البنات في الدار وفي الصالون. دابا غادي ندير هاد الزيت السخون تغلي حتى تغلي وغادي نولي معكم نديرها فوق البوطه هكا البنات. هاني شعلت فوق منها غادي حتى تغلي الزيت. حضيو معايا تبعوا معايا، سمحوا لي راني دايره الكوكوت ديال الغداء الله يلا، وسمحوا لنا كاع البنات على تصويركم عارفين قد الحال غير بالتليفون وهذا، ورحنا عبادين وشكرا بزاف لكم كتبعونا. وان شاء الله رحنا غادي نحسنوا الوضعيه ديالنا ونبقاو نصوروا مزيان، غادي ناخذوا ان شاء الله كاميرا من بعد ان شاء الله يا ربي الله يحيينا. ودابا غادي نخلي الزيت البنات حتى تحمى وتبعوا معايا كيفاش غادي ندير الفلفله باش تنجح معكم. وان شاء الله البنات غادي نديرها على الشعر باش نوريكم ونوصلوا المعلومه حتى للتالي باش تنجح معكم وتجيكم زوينه في الشعر ديالكم. وتبعوا معايا ان شاء الله غادي يغلي الزيت دوكا البنات. هيا الزيت ديالنا بقات كتغلي معنا، هيا غادي تبدا تغلي. غادي نخليو هكا واحد دقيقه ولا تبغي هكا تغلي تحيد منها داك، علاش انا درتها طيب باش تحيد منها البنات نصيكم على داك الملحه كتكون فيها داك الاخر بحال زيت الزيتون. راكي عارفه كيطحنوها درك الناس كيديروا في الزيتون زعما الملح، وانا علاش طيبتها باش تحاول تنقص منها شويه داك الملح. دروك البنات هي بدات كتسخن هكا، غادي نخلي واحد دقيقه ولا فوق النار ونطفيو عليها ونديرو. تبعوا معايا كيفاش غادي ندير لها، كي غادي ندير القرعه باش تنجح معكم هاد الوصفه البنات الشعر. وغير تبعوها راها عرفتي في اي وقت منين تبغيوها البنات تغسلو شعركم ديروها. وانا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير لها وتبعوا معايا عرفتي غادي تنجح معكم وغادي يولي لكم شعركم حله جيده ان شاء الله. ها هو دابا انا حيت البنات هذوك الزيت فوق النار غادي نزيد عليها هكا الفلفله اللي طحنت معكم نزيدها هكا حيت نديروها سخونه هكا البنات كامله نوجدوها هنايا شي هكا. غادي نهود انا كامل هذيك الفلفله ما نخليهاش، شوفوا هكا غادي نكمل هكا نهود هذا الشيء اللي بقى لينا على بيض ضايع ونخلي حتى شويه هكا نكملوها كامله. ونوريكم البنات القرعه ديالنا هي هذه هكا راني معشقناها من قبل شتي انا عندي ها الشخصيه غادي نلمس فيها القرعه ديالي بحال هكا البنات. نوريكم انتما دائما البنات الحوايج ديال التجميل تحاولوا تخليهم في الضوء ما يشوفوش الضوء باش يبقاو معكم البنات صحيين ويخدموا لكم مزيان. انا غادي نغلف القرعه ديالي هكا بهذه الطريقه بهذه الشخصيه راه عندي هنايا، وغادي ندير لها هنايا شي خيط ولا لاستيك نتوما على الاختيار. تقدروا تغلفوها بجورنال تغلفوها باش ما كان، المهم انا هذه هي الطريقه اللي المهم نشاركها معكم. وغادي نخلط هاد الفلفله في هاد الزيت شوفوا كي دارت هكا كامله ونخليها البنات ليله كامله. وتبعوا معايا حتى تبات غادي نكبها هنايا حتى تبات الغدالي ونوريكم كيفاش غادي نديرها هكا نعمرها هنا في هاد القرعه هكا البنات. كما نوصيكم دائما هادو القراع ديال التجميل تحاولوا تبلعوهم بهكا يظلموا حسن حسن البنات وما يبقاوش يشوفهم الضوء باش يبقى معكم هاد الشيء يصلح وينجح معكم. نهود كامل هاديك الفلفله هنايا هكا هي راه عرفتي جاتني ان شاء الله البنات عبارة من السيترو جا في هاد القراع هي هادي فهمتوما. غادي نكمل هكا نبلع القرعه ديالي شوفوا كي دايره نبلعها مزيان ونخليها في الظل ما تشوفش الضوء البنات. نوصيكم زيروها مزيان ونبلعوا عليها ونخليوها تبات ليله كامله وغدا لي ان شاء الله غادي نتبع كيفاش غادي ترجع الفلفله ديالنا وكي غادي تولي وتبعوا معايا ان شاء الله. القرعه ديالنا بحال هكا نتوما كتشوفوا هكا نزيروها مزيان ونخليوها تبات ليله كامله. غادي نعقد عليها انا هاد الشخصي هكا البنات غادي نزيرو مزيان هكا
وانتوما اي المهم طريقه ديروا بحال هاد الطريقه هكا، المهم تبلعوا عليها مزيان وتبلعوا ما تخليوش الضو يشوفها باش تنجح معكم هاد الوصفه. وان شاء الله البنات نتمنى تجربوها ونتمنى تبارطاجيو الفيديو ديالي للعائله والاحباب. وشكرا كاملين لكم خارج المغرب وداخل المغرب، والسلام عليكم البنات. دروك حتى ندير لكم الوصفه كيفاش غادي نطبقها على الشعر ان شاء الله، وكي غادي ندير لها. وتبعوا معايا الفيديو حتى التالي ان شاء الله باش ينجح عليكم ونجح معاكم. وبالسلامه البنات، وتهلاو في راسكم الاولاد، وشكرا لكم. وكاين ان شاء الله غادي نبقى نحكي لكم ان شاء الله كيفاش ديروا الاولاد لي مش في الشعر ديالهم، بزاف اللي كيطلبوا مني هذه الطريقه راني غادي نطبقها ان شاء الله، وغادي نوريها لكم الاولاد. تبعوني وشكرا لكم، ولايك لايك، وبسلام عليكم في هذا النهار هذا. الى فيديو ان شاء الله الجاي ان شاء الله ندير لكم الوصفه على الشعر ديال الزيتون والفلفله. وشكرا لكم وبسلام عليكم.